ولو بتشتي نطلع يا دكتور. تقرير المناقشة العلنية عن رسالة دكتوراه فلسفة التربية الموسيقية المقدمة من الطالبة هبة محمد السيد الخياط تحت عنوان أسلوب أداء مؤلفات البيانو عند أرنولد شوانبرج بناء على موافقة مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/2010 وموافقة الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة بتاريخ 25/11/2010 تم تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة المقدمة من الباحثة هبة محمد سيد القياط تحت نفس العنوان السابق. انعقدت لجنة الفحص والمناقشة والمكونة من الأساتذة أستاذ الدكتور كاميليا محمد صلاح الدين، أستاذ مساعد أمل حسين خليل، أستاذ دكتور محمد المعتصم الخضري، أستاذ دكتور يونس محمود محمد بدر. يوم السبت الموافق 1/1/2011 الساعة 12 ظهرا بمسرح الكلية، وقد قامت اللجنة بفحص الرسالة ومناقشة الطالبة في موضوع الرسالة والنتائج التي حصلت عليها ومناقشة الأسس العلمية التي قام عليها البحث. لذلك تقرر اللجنة بناء على التقارير الفردية والمشتركة من السادة الممتحنين والتي تتضمن منح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الموسيقية تخصص بيانو، وبناء على اجتياز الطالبة المناقشة الشفوية بكفاءة، فإن اللجنة تقرر منح الطالبة هبة محمد السيد الخياط درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الموسيقية تخصص بيانو بتقدير ممتاز من كلية التربية العالمية.